أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من ما شاء الله عليهم، حبيت الساينج مالهم، يعني مبين بالضبط وين تروح، ما يضيع نفس اللاست اكزت. في منتجع اظني هني بعد، ما اعرف شو اسمه، ما لقط الاسم منتجع شو. وصلنا المكان، ما شاء الله كبير، يجنن. لوين وجف؟
الصراحة المكان ولا أروع. اللي ما سافرتوا أبوي عندكم بقعتونها، تعالوا في العيد يجنن المكان. المطاعم بس تقريبا فاتحين سنينة، انزين ما فتحن وايدات، ويعني طبعا يوم شفت المدير وايد استانس، كان أقول الله يخليك افتحوا لنا شيء في درب العين دبي، الله يخليك ما في شيء هناك. طبعا يوم سألته قال لي شو رايك في المكان، قلت له وايد يخبل، حسيت انه هو نفس ايطاليا. قال بالضبط. طبعا شو قال، قال نحن مدينة تسكني سوينا لها كوبي في فيليج هناك، كوبي بالضبط حتى الارضيات. الشيء الوحيد المختلف عن تسكني انه بس مسوي لها سيلينج مغطينها، يعني ما تصورت ويا الجنرال مانيجر يجنن ايطالي فنان. أوه وبس بيسوي لنا شيء نفس لاست اكزت المهم. انا لين الحين مستعيبه والله العظيم، ضاربني عيب من هذيل اللي يو قدامي ويتصورون بعد السلفي ان انا ورا امشي. لكن ما اقول غير حسبي الله ونعم الوكيل. على فكره مو بمعوريني ترى، شو بيسوي بالصوره يعني برايه، يلا ما قال لي بس بتعدل يعني شويه، ما علينا. المهم انا ما تعشيت، محل فلافل فاتح وهذاك اللي نفس اللي في لاست اكزت مال السي فود. والله ترى مو بمعوريني برايهم، شو بيسوون بالصوره يعني، شو بعوبها. يلا الله يرحمها مو يعذيجي، كانت دوم تقول يا الله بسترك الجميل الذي لا ينكشف، ستر الدارين، ستر الدنيا عن العار، وستر الآخرة من النار. واليوم بنغطي لكم شيشة البترول. لا 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 سؤال، خلاص لا تمسحوني بليز.